أنا صح إنني هربت من أهلي، صح أنا ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أشتي عند أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش ذنب الأطفال من تزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا الحين أنا بحل مشكلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا يمكن